التصريح برضو وأقرأه قراءة ثانية لما قال أنا لا أعترف بالراحة، هو زي اللي ينشر في معسكر الهلال التنافسية بين اللاعبين، وإن ما في مرك ما في لاعب ممكن يكون أساسي ولاعب ممكن احتياط، وهذه إدارة اللاعبين. إحنا لما نجي للمدربين الكبار هذولي مثلاً نتعاوي يتعاملون أو نعطيهم الفريق ويديرون الفريق بأفكارهم، بالتأكيد الأجمل فيها أنه بالأفكار تبعه. إحنا شفنا الهلال الآن كيف أعطى خيسوس، كيف الآن باللعب المباشر اللي جالس يلعب فيه بدون متعة زي ما كانوا السابقين يتحدثون عنها. لذلك المدرب هو يعرف أدواته ويعرف لاعبينه ويعرف يدير المجموعة. لما يجي لمجموعة توقف الزمن فيها وتبغى تتحدث عن خلينا نقول عن مدرب، عن أفكار، عن تدريب، يعني الجمهور كله يقدر يفرزها ويعرف. الآن صار الجمهور أذكى بالعكس ومطلع أكثر، والجيل هذا الجديد هذا في وسائل التواصل الاجتماعي كثير منهم، حتى على المستوى الشخصي أنا أستفيد منهم. عيال قاعد يقدم كرة حديثة جدا، مباشرة جدا، أفكار قاعد جالس يطبقها اللاعبين. خيسوس سيطر على غرفة الملابس، اللاعبين صاروا تحت أمره. خيسوس من المدربين اللي ما يعطيك الحرية داخل الملعب، لا، تتحرك بناء على أفكار اللي موجودة عنده، وهذه من هذه فلسفة مدرب. في مدربين لا، يقول لك أنا أعطيك التكتيك، أو مثلا لا تطبق في الثلث الأخير اللي أنا أبغاه منك، أما الثلث الثالث اللي في الهجومي أنت تحرك براحتك. والآن هي ناجحة جدا، وبإذن الله يفوز الهلال ويفوز الاتحاد والنصر معاهم إن شاء الله، يصيرون في المستوى الأول ولا يتقابلون بإذن الله.